نبي انا نفسي امسكك احضنك قسما بالله عشان انت ست الكولة. عشان انت ستر كل ما بنقولش كده كروان يخرب امال هدى مش ابوس عايزه على خدي راسي، راحتك خدي راحتك بجد ابوس خدي راحتك على ابوس الاخر على راسي. احوده. كروان يا كروان، اللي جايه دي نعم اللي جايه يا كروان، اخرب الدنيا. استنى كملوا بقى، بتعملوا ايه؟ تكبيسه ايه؟ تكبيسه. طب وبعدين بقى ايه اللي اتكسر جواكي؟ ماضي مش كوبايه حوده. ايه يا هدى الشبه، مين اللي انت كايب؟ انا مش قلت لك صواني حكيب ولا انت اللي كايباع؟ انا يا صوفيا، عم اقبل للناس كروان فيها كروان مش كده. يا حبيبتي انا عنت حتى عنت مستوى، انا انت اللي ما عندكش بقى يا مستوى. ابني، انا عيبه اللي بقى كروان اكبر كروان حوده جايبه على راسنا يابا. صوفيا قلبي عامله ايه؟ طب يا خلاص ابني. صوفيا، انا اتشرفت بك يا صوفيا، وهنزل يا جماعه وشويه ونبقى نلعب ماشي صافي. ماشي، يلا يلا انزل، ماشي يلا يلا. قلبي خلاص انزل. استنى اقول لك ايه، بقول لك كلت ايه، البقله. هات لنا انت حد، هات لنا انت حد، بس هات بقول لنا لك حد، ايه، عليا هات لنا الطلعه انت حد. معلمه. ماشي هقول له ازاي انا الحد. طيب عامل اللي انا يا كنت عم سايبه انت شوف، دماغه هات للميه. لنا حد من عندك. ماشي عاوزين فيديو بفرحة حمص. مين حمص؟ حبيبي احلى حمص. كروان نجيب غلط مين يا عليك، شباب؟ شوف انت يا عم، هات حتى أجنبي ولا حتى مصر ولا عاوزين أه. مين؟ حد من عندك يا عم، حد من عندك. ماشي والنبي يا خالتي بقيتي رقم. قدام دول بدر جاي. ارحب يا كروان. اي يا خالي عامل ايه يا عمي؟ يا عمي هاو ار يو يا كروان؟ ايه ده؟ ثواني كروان فاجئنا كلنا. ثواني بالله عملت له ميوت لهذا، بس ثواني. مساء الخير كروان، مساء الخير، مساء الخير النيمز. عمل لك انت بتضحك على ايه؟ استنى يا كروان استنوا. اه يا حوده، ما عيب كلمه بطاطس وبساطة. اه بس شيل شيل القبعه بالله حوده. باي باي يا عم. يلا يا عم، يلا يلا انزل انقلع يا راجل يا ابن اسود. ايه ده ايه ده؟ لا لا اله الا الله، ايه اللي انقلع ده؟ الا ابو العربي. يلا يلا انزل. ايه ده كروان انت بتيجي علي معايا؟ لا يا عم، لما تحترم الناس لما تطلع وما تضحكش زي البنات احترمك. انت مالك يا راجل يا مناس؟ وليه انت؟ انا كلمتك لا اله الا الله بالعربي. لا 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 يا حبيبي، كانت مقصوده عليك يا راجل يا قلنا. وكان بيقول لك ليش بتضحك برضه؟ انت مالك إيه؟ انت اللي بضحك على كومنت. انت مالك؟ مالي ولا ماليش؟ عايز تخانق بخانقك، عندي عضلات واقدر اضربك. عايز تكون محترم احطك على دماغي. عايز ايه ده؟ هو انت المعلم دودي؟ والله حظك حلو ما عم بسمعك منيح. هو انا نمسك شو ملطع هناك كروان حبيبي، ما تزعل مني والله. يا حبيبي انت كتش اللي يحترمني احطه على دماغي والله. طبعا نعم، اللي عايز يتطن يتنطط يا تفضل عم ابو علي نطط معاك اللي عادي. يا كروان طارة كما تعامل عامل يا حبيبي، عادي يا كروان. بس نعم، والنمس ما تزعليش مني محترم. يا عربي يا عربي، بس كل حد ياخد مقام لكل مقام. قسما بالله اخويا ابو علي يا عربي العشق. يلا انا هسمع. ايه يا كروان يا عم، انزل يا عمري وبعدين يا نلعب نرجع. ماشي يا ابو النمس، يا عربي ضفتك يا اخي. في حد بيتكلم تسمعه؟ طب اسكت انت ثواني، اسكت. ما عم بقدر اسمعه صراحه، لحتى لانه ضج حوالي. ابو علي يا شباب الله يعزه، كفايه وكوتك نزل على ودنه. بص اللايف في 4000. بس حبيبي اذا ما قصدني كل الحب والاحترام على راسي، كل حد من طرف كروان على راسي يا شباب، عشان هو انا شخص طيب ومحترم. يا شباب يلا يا بالعربي يلا، هتلعب ولا انزل؟ بقول لك ايه، اعمل له محضر، اعمل له محضر. اعمل لمين ولا محضر؟ ولا مين ده اللي يتعمل له محضر؟ انت بتهب منك ايه ده؟ في ايه؟ كروان بتهب منه ده، متخدش قلوب ولا ايه يابا؟ يا ليه بقى؟ يا ليه؟ يلا اعمل له محضر، اعمل له محضر. اعمل لنا
شو رجع عايز تتصالح ولا تتخانق؟ ايوه قلوب يا شباب كروان شو تدخل؟ لا لا كروان كده قول انا عملت كروان انت ما تحلك بشؤون النسوان. يلا يا حوته عايز تتخانق ولا تتصالح؟ مع مروه ايه العرب لقلبه؟ ايه ده كروان ايه ده حبيبي؟ معلم قلوب التعليقات كلها يلا ما تنسى انزل بقى لعبني جوله واحد ضد واحد يا كروان يلا ماشي يلا يا نمسا اخلع انا اسمكم يا كمان ابو علي يا ابو علي يا استر الله يلا يا حدى الشبع بوم يلا يلا جاهز جاهز شباب رجالة تكبيس بس تكبيس بس تمام نكسب الجولة دي تمام يلا اقفل الكومنتات اقفل الكومنتات اقفل الكومنتات الجولة دي جامدة يا جدعان الجولة دي جامدة يا جدعان حماسية يا جدعان اقفل الكومنتات يلا ال 7000 اللي في اللايف تكبيس بس تكبيس بس يا رجاله تكبيس بس تكبيس بس لا 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 شباب ما نقفش شباب التكبيس فين يا شباب ازاي يعني كرعون احنا 4000 ونص تكبيس يا شباب تكبيس وما نقفش تكبيس وما نقفش يا شباب جماعة 1 2 7 روح بصوا ما شاء الله تكبسوا وتكبسة والله عيب قسم بالله عيب كروان نعم مش هتشوف الجولة دي كروان كمان شقعات هو نصيب قسم بالله لو عم ابو لا وحنا الاسطورة عم ابو علي يا اسطورة الله يعزك الاساطير عندنا الاساطير عندنا كفاص على الطبل يا شباب يلا رجاله تكبيس يا رجاله تكبيس جماعه تكبيس اللايف قال لي بصوا 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 نشار ونكبس عندك كام في اللايف يا كروان؟ انا عندي 4 ولا 100 كمان شد التريبل ها التريبل 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 يا سندباد يا عابد يا حمصاني التريبل التريبل 35 ورده 35 ورده يلا يلا التريبل التريبل يا جدعان ها التريبل التريبل يا جدعان ايوه عاش عاش الله ينور الله ينور الله ينور الله ينور حد معاكم فاز على التريبل حد معاكم فاز على التريبل حد معاكم فاز عاش حد معاكم خلوا الكفاز اخر 30 ثانية، الكفاز اخر 30 ثانية، لو حد معاه كفاز اخر 30 ثانية. التريبل يا جدعان التريبل فتح. كروان. كروان. كماعة تكبيسة تكبيسة. معاك اهو كماعة الشروي تكبيس، بص التريبل فتح انتوا خلاص. حد معاه كفاص؟ كفاص؟ شباب عارفين لو كفاص؟ التكبيس فين يا شباب؟ التريبل هيروح 20 ثانية على التريبل يا جدعان جماعة كفاص كفاص جماعة كفاص جماعة كفاص وشير يا شباب شير اللايف تكبيسة فين؟ التكبيسة ازاي؟ احنا 3000 ونص وتكبيسة 3000 ونص مرتين مع بعض يا شباب شباب ما نقفش خلاص احنا كبناه تكبيس ما نقفش الشباب ما نقفش التكبيس يا زمان طبعا شد الشرو تكبيس الحكم ان كولة واحدة تقفل لايفك وتقدر ميلي حوتين كمان تكبيس لما ابعت لك اسد ابعت اسد بحب انا مرت الاسود اكيد امال انت هتحب ايه ما انت لازم تتجوز اسد يا نهار اسود خدها شيبه
كمان ما نوقفش شروتك ازاي الشركة ده قسما بالله حرام عليك عندك وربنا حرام ان شاء الله كرام الكرسي عمال يقع معرفش ليه شباب تكبسه ما نوقفش خلاص انتوا بتضحكوا يعني هكسف لكم كبحته دلوقتي اتقالوا معلش بابا بقولك بيتم استنزاف كمان ما نوقفش شروي تكبيس الشرفه كمان 5000 التكبيس اهم من الشيره يا جدعان التكبيسه يا جدعان التكبيسه يا جدعان عايزك ضروري يا شيبه اكونت بابجي مصروف عليه 330000 اتبند طب انا اعمل ايه طب انا مالي هو انا شركه وانا شايفني جيمر هو انا غنيوه حد معاك قفاز يا جدعان حد معاك قفاز حد معاك قفاز 10 ثواني 8 ثواني مع بعض ما حدش ثواني 5 ثواني حد معاه الله يعزك يا استاذ حد معاه الملك ابو علي زود وقت شباب الملك ابو علي وقلوب ساره قسما بالله انك ملك والله العظيم يا علي يا عمو كبوكا روان حلمي جماعه اول واحد عندي التعليقات كلها ابو علي قسما بالله اللي يعمل كده لطيف مع بعض كلنا يا ابني هو بيتجحفل مش تناخه دي ده جحفله مش تناخه مش احنا عندنا سكور من الاول لا ليه ده كبيس بص انا قافل لايف انزل الملح وتين ابو علي وقلوب يا شباب التعليقات كلها الله يعزك يا اسطوره ماليش دعوه بيجح فل خلا انزل بيجح فل لا تعسى تناسب هنا شبا بيجح فل وربنا جح فل جولتين ورب الكعبه ما كعفلة ده مين في اخر 30 ثانيه انت فين انت بص اخر 10 ثواني جح فل معروفه يلا لا ما لعبش والله العظيم التليفون عندي بيعمل كده ليه؟ خلاص براحتك يا كروم براحتك لا بعت لسه كام؟ يجي حفله يا باشا لا قسما بالله ما كحفله ثواني بس خلاص بعمل خلاص لما انا بقول لك كحفله وانت مش جاي معاك خلاص مش لاعب يا عم ازاي يعني كف ثواني بس هاخدها يا شباب معلش ثانيه ازاي يا اسطى مش كحفله يا شباب الراجل رامي من 30 ثانيه هو عارف ان هي جحفله هو ما بيلعبش تناخه بيلعب جحفله خلاص يشطب هتلعب بقى تاني ولا انزل؟ لا يا اسطى مش هلعب تاني خلاص يبقى ما عندكش مستوى خلاص خليك لا لا انا ما اكلفش على الراجل الراجل رامي اسد انا ما بيكلش الاسد ده حوته اضحك عليك؟ اقول لك بص صل على النبي انا اضحك عليك انا ما فيش حد بيرمي لي اسود عشان لما اسد يجي الراجل بيقطرني وبيحبني سيبنه يجي يديني اسد وانت ما تتفش يبقى انا كده بخفله وبخفل نفسي ما تعملش نمر على قفانا خلاص هتلعب مش ولا والله مش بعمل نمر ايوه يال يال ايوه يا عم انا مين بيرمي لي اسود خلاص هتلعب انسى بعت اسك ارمي له حوتين وتعالى انا عارف جحفله ازاي يعني كحفله؟ في جحفله خلص بقى عشان الناس هتمل وهتنزل هتلعب ولا لا؟ ماشي يلا تعالى جماعه تكبيس بس الله يعز عم ابو علي كفو منك والله العظيم هو يلعب الله يعز وبعد يلعب تناخه انما جحفله دي مش الله يعز لا الله يعز في كيابه وفي وكوته تكبيس يا جدعان تكبيس يا رجاله تكبيس ما كله كمان بيلعب جحفله ايه المشكله يعني لا 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 دي الجحفله يا باشا ما مش شباب شير واللايف وتكبيس بصوا تكبيسها مع التي التكبيسها مع التي تكبيس فعلا يا خيطة والله ايه فعلا عم ابو علي كفو منك الله يعزك والله العظيم كفو فعلا ايه هو بيكلمني بيقول لي بيكلمني عليا انا لا انت قلت ايه فعلا بيقول لي حوته حوارات فبقول له فعلا الحقيقه اللي قال لك كده طيب مشرف عنده اخ ليا طب هو يعرفني عشان يقول لي حوته حوارات ما ايوه بيقعد بالساعه عندك في اللايف بالساعتين لا يا احمد شاكيتك اخونا بيقول لك معلش ولا يهمك يا عم ولا يهمك جماعه تكبسنا تكبسنا وشنا ما نقفش تكبيسه يا جدعان احنا 5000 تكبيسه يا جدعان تكبيس تكبيسه يا جدعان تكبيس يا تكبيس يا جماعه تكبيس وانا هنزل من اللايف اصفطكم قسما بالله على راس اخواتي عم ابو علي الله يعزك واقسم بالله
كمان ما نقفش. اللي بيقول كده ده الداعم، ايه ده اللي بيقول كده الداعم ولا بيقول كده المصحف؟ اقسم باللعب والمصحف ابدا. ده مش داعم تاخ ليا جماعه، كلنا وارد، كلنا وارد. الدبل يا جدعان، الدبل كبير تعم ابو علي الله يعزه. حد معاكم قفاز جماعه؟ وارد كلنا وارد. الدبل يا جدعان، الدبل على الدبل مع بعض. الدبل ده ما يروحش، عاش ابطال. الدبل يا شباب، الدبل كلنا مع بعض. ورد اللي هيبعت ورد شباب، شباب ورد، شباب شباب ورد. الله يعزك يا ابو علي، استنى على الكفار. الدبل ما فتحش. ايش شغل؟ الله يعزك يا عم ابو علي والله العظيم. الله يعز شباب ابو علي وقلوب رجاله. أيوة. الله يعزه برضو والله. مش رب الكعبه ايه كده؟ مش تناخه برضو. لا انت كده بقى شايفني خلاص. لا عم ابو علي الله يعزه. ايوه مش ابني كان افضل يا عم ابو علي. اهو من الثانيه العشرين كمان صوروا الكولتي، صوروها. انا عاوز الكولتي تتصور ابو علي وقلوب يا كمان. الله يعزك يا اسطوره، يا اسطوره يا اللي مشرفني اخويا يا كمان. قسما بالله اخويا الكبير. انا عامله دي ميه وهشربها. ماليش دعوه بالله يا عم. والشباب هنا بيصوروا كمان. الكوله تتصور شباب شروي تكبيس ولا ركش. انا ياخدها الشباب ملعب راح. عم ابو علي الله يعزك يا اسطوره، ورب الكعبه اسطوره. عم ابو علي مش عارف اقول لك ايه، كفو منك. كله يتيف عم ابو علي الله يعز والله العظيم. بص يا ابن الحلال، اي حاجه هتعملها او هتقولها او هتتكلم، انا بكره كده كده هقابلك عند مداه. هيبقى في افتتاحين، افتتاح الكافيه افتتاحك انت. تمام. اي ان شاء الله. الله افتتح حالتي، تروح تيجي يمين شمال هتنفس الحب. انا قفلت لايف قبل كده وكتلك تاثيرا. اكسب تكبيسه كمان، احنا كسبنا خلاص قبل ما الكوبايه دي تتشرب. ايوه اللي عندك يلعب طلاقه مش كعفالة. شباب وعلي وقلوب الله يعز الاسطوره. اكسب الجوله يا كروان، اشوف لك اشحات لك كمان مع بعض. صوروا لي الجوله، احنا عندنا اساطير قسما بالله. يا عم ابو علي الله يعزك قسما بالله. انا هشرب المايه دي. ايوه اخر 30 ثانيه يا جدعان، حد ينزل قفاز، حد ينزل قفاز يا جدعان. كمان شت تكبيس قفاز يا جدعان. يا عم ابو علي الله يعزك قفاز. الله يعزك يا عم ابو علي والله العظيم. ما عارف اقول لك ايه يا جدعان، حد معاك قفاز؟ اخر 20 ثانية، اخر 20 ثانية مع بعض يا جدعان. يا عم ابو علي كفو منك. بص كروان، انا هشرب دي يا عم. ما فيش اصلا قسما بالله مش هتاخدها. اشرب ما تشربش ماليش دعوة. كمان مع بعض نشد شروي تكبيس. انا هشرب. عم ابو علي، عم ابو علي الله يعزك قسما بالله تكبيسها ما يوقفش. عم ابو علي يا استرنت اللي مشرفنا يا فاهم. تعالى كلها عم ابو علي وقلوب كله يتيك. تقفل تيكت ارميلي فيل كسفك مرتين. مش كان حوتين بقوا فيل؟ هو لا انا كسفك مرتين. ترمي الحوتين اهم حاجه ان انت تقفل بعد اسم. انا قافل ومقطرك. انت مقطرني ابو علي وقلوب يا شباب الاسطوره. الله يعزك. انت مقطرني عشان انا راجل يا كروان. ماشي وانا قافل لايف قبل كده عشانك برضه. ايوه عشان انا راجل انت مقدرني واجدع. وانا عشان يا اسطى كده بقى، وانا عشان راجل قطرني برضه. ما انا بقى وانا شايفك ايه عم ابو علي وقلوب. ما تحسرش اخدها شيبه. انا كسرك كوله قلت كعفله. اقفل لايف بقى. قول ثلاث احكام، قول ثلاث احكام. لا احنا عايلين الكوله من حكم واحد. لا 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 احنا بنلعبها. قول ثلاث احكام. انت بتنفس احكام تالكم ملح في ايدك. يلا سامع كنت عايز تعمل فيها من شويه. عم ابو علي، يا عم ابو علي الله يعزك. انا بعملها. لا ما انت، ما انت كنت هتفتح له مش هتعمله ازاي يعني؟ معلش قول احكام انا بعملها. قول احكام انا هعملها. ماشي. تلعب 50 مره ضغط مش 100. عم ابو علي الله يعزك. ما بحبش العب ضغط عشان بيجيب لي قلتلي الضغط. يعني انت بتستلوح عليا يا اسطى؟ يعني ايه بستلوح عليك؟
طب امال ايه بقى؟ يعني انا انت قلت لي قفلت لايفي. خلي كلامك موزون عشان ما ازعجكش، وبكره هضربك تمام؟ يعني خلي اشوف لك اشحت لك، انا قافل لايفي عشانك، بعت اسك تقدر ملح وتين. انت قلت اشوف لك اشحت لك على ايه؟ انا بقول لك انت كده عاوز تعمل حوار وتنسل براحتك، مفيش مشكله. لا انا عايز ابو علي كده كده، وقسما بالله بص هو بيتعامل محبه. الله يعزك يا عم ابو علي، تعليقات كلها يا عم ابو علي وقلوب. انا لو عايز انزل هعمل لا عاتش يا جماعه عاتش، هي كلها بتكلف ده الطبيعي. لا عم ابو علي الله يعزك قسما بالله، هم بصوا كلهم اصلا، مش هو بس، عاوزين يطفشوا الناس اللي بتحبنا. انت كده مش شايف لي قسما بالله. لا انا بقول لك، انا لو عايز انزل كنت نزل. طب بعت اسك يا حوده يا شباب، نفذ حكمي ده حقي صح؟ الحوت بكام؟ الحوت بكام؟ انا ماليش دعوه ماليش دعوه، ترميه قدام الناس ما تقوليش الحوت بكام ومش بكام. انا عاوزك هديهولك بكره. ثانية واحدة اشوف الرأي ايه. هديهم لك بكره يا عم، بدل ما انا عشان مش عارف اشحن من التيك توك. لا كله بيقول لا، بص اخواتنا بيقولوا لا. يا عم هجيب لك هديه بكره، وانا بجيب هديه للمداهم، هجيب لك هديه بكره خلاص. انا كبت، انا ماليش دعوه، بعت اسك عشان الراجل بس حقه. ايه الراجل بس؟ انا مالك؟ هو ماشي وكتاب الله ماشي. اما ابو علي خلاص لا مش خلاص، خد يا شيبه. يعني انت كده شايفني الا انا افهم لك الخلط بصراحه. ايوه انت تمتني، ما تخليش حق والله العظيم ابدا يا جماعه. تامش تايم تاخ ليا. لا يا جدعان مش تامش يا جدعان، هو خلاص طالما قال لا. بقول لك ايه، ثانيه واحده، انت معاك انستا بي صح؟ حول حق الحوت يلا. هات رقمك كده على انستا بي. السيرو 10 اللي انت مكلمنا عليه على الواتساب. بس يا كم مش لازم تقفل عادي. 010-29-3-3-6 حرام عليك كده، حرام عليك قسما بالله. 010-29-3-3-6-1-1-6 هو ده. لا والله ما هو عادي. احلف لك بالله كتا. يعني انت بتحسقني وكمان مش عاوز تنفس حب؟ لا 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 علاقة علاقة. ايوه يا بابا انزل الكروان يا محني، ما تخرش الموضوع. يلا يا حوده شوف بعت اسك. ابعت لك كام؟ 1000 صح؟ ابعت 2000. يلا 2000 جنيه مصري؟ امال ايطالي؟ طب ثواني، طب بص نحسبهم مع بعض. 2000 جنيه. 2000 جنيه تمام. نقص نقص، خليك معايا بقى، خليك معايا. معاك انت، بيجي لك رسائل على الواتس ولا ايه؟ لا معاك. يلا يا حوده يا شباب 2000 جنيه اشيل منهم. كم مره اتصلت بيا وقلت لي اشحن لي؟ هي مره واحده اللي شحنت وشرف امي. لا وشحنت لك على الرقم الثاني وقلت لي امشي الرقم ده وحوده. ماليش دعوه يا حوته، يلا نفس حكم اعتقد. لا في عيل ادبك عليك كده. ايوه شحنت لك بكام؟ ب 200 جنيه ناقص 200 جنيه يبقى كله 1800 جنيه صح؟ ابعتهم بقى بعتسك. لما كنت قاعد عندي في الاباري. ايوه جبت لك طبق فاكهه ب 350 جنيه يبقى كده 1450 جنيه. شيل منهم. ابعتهم. حاضر. شيل منهم. يا عم السيف المصري يا قلبي. أكلتك صينية لحمة؟ يا نهار أسود. الله ونعم الوكيل فيك. 500 جنيه يبقى أيوه. لك 950 جنيه. عم السيف قلوب. لما كنا قاعدين في افتتاح.
معايا. الحاجات دي ما بتتحكاش يا كرم. يا نهار اسود. عم تسفي قلب، عم تسفي قلوب. يلا بعتسك عشان انت كده معطلني. ابعت ال1000 جنيه يلا، انا راضي بيها. لا انا بعت لك هناك حاجه ساقعه وميه صح؟ ايه؟ ب 100 جنيه يبقى كده ناقص 850 جنيه. لما كنا عند عم حوده حسان في الاستوديو جبت لك ريد بول وجبت البطاطا ريد بول، لما قلت لي هات لي بطاطا اتنين عشان بطاطا قلت لي اتوصف ب يا جدعان اقول لكم على حاجه برجوله بامانه، يعني حاجه بجد بامانه، كروانه جدعان بيحب ولا بطاطا بقلب من قلبه بقى جد برجوله يا جدعان. اه طبعا، امال اخ ليا ايه المشكله؟ لان انا قلت الكروان انت هتغنى كروان، قال لي اه، قلت له يعني انت عايز حاجه فيها باور تديك باور، قال لي بتعمل ايه يعني، قلت له بتديك باور كده بقى بتخليك، قال لي حلوه يعني، قلت له اه، قال لي ماشي، رحت جايب له واحده لا شبه وانا كروان، راح جاي لي قال لي بقول لك ايه، بتجيب لي بطاطا اتنين، قلت له اشمعنى؟ مين بطاطا اللي انت بتذكر اسمي؟ طب بطاطا اخره يسوري العربيه يمسح لي العربيه، هو اخويا عامه. امال بتقبضه قبض جامد ليه؟ ما بتلوش فلوس قبض كامل. خليك معايا بقى لك من التليفون بقى، خليك معايا، هات لنا ناس بقى يا عم. لايف وقع، وقعتنا وقلبي يا عم سافي النصر، وقعتنا. ابعت ال 1000 جنيه على فودافون يا عم اقعد بقى. والله لا تبعت عليه وانت شايفني ايه يا عم؟ بكره بكره. يا سلسلة عامل ايه؟ الله يسلمك اللي مني. ايه ده اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا جدع هضرني ده عشان ده عبارة عن شايفني كده حدا يا شبه؟ يا ابني انت عبيط، انا العب على فلوس؟ انت اتجنيت الله. معلش تيجي ترمي لي حوت، ما تلعبش على فلوس. اسبق بس كده كده نور، تخلص لايفك وتيجي ترمي لي حوت وتصوره. نور دلوقتي هتسمع الكلام تقول لك لا عندنا الحوت تنزل ترمي لك حوت. وقسما بالله عمرها ما تطلع ابدا مني. ايه يا حوت اللي انت بتقوله ده؟ زلزال يا حوت. يلا الف سلام عليك على العمليه. ما يسلمك يا كروان، اسم الدار بيكفلك. حلو شباب، المكانه بتاعتنا كده كده. يلا يا كروان مع بعض. يا كروان انت عايز كام؟ 850 جنيه صح؟ شيل منهم 70% نسبه التيك توك. اه يعني كده انت عايز مني 50 جنيه بس كده، هحول لك دلوقتي رصيد، موافق؟ يا شيخ انا مش عارف اقول لك ايه يا جدعان. انت كده كده عم ابو علي بص بيتعامل مع ايه؟ خدي رقم يخليه معاك يا نور. ماشي، هات الرقم 010. استنى مكتب بقى كمان شت الشر. عاد مفيش مشكله يا شباب. عاد يكلوا سكورات عاليه قسما بالله ما نفذته. 10 ايه؟ الشرف امي ما نفذ. 2 9 عادي. 3 3 قلبي يا عم سيف. 6 1 1 6 يخرب بيت، انت بتقول رقم انا؟ ده انا هاخد عيب عليك. لا بدي النوره يا ابني. خدي الرقم الثاني بتاعي. طيب خدي الرقم الثاني. خدش بقى انت يا نوره رقم انا. ايوه ايه؟ لا بص انا بكتب اهو، بكتب ثواني. 010 29 33 11 16. لا مش رقمي تاكم يا عم، مش رقمي والله. روان في كلام تقوله لي بيني وبينك. رقمي يا نورة عادي. في كلام ايه؟ خلي بينا نورة. رقمي يا نورة 012 خلاص. 72 حلو. 27 حلو. 58 2 اشرب وارتك مع الطبل كله ما نشرب. هو ولا ايه هو؟ انا الحمد لله رقمي بيجمع معايا. انا رقمك يا سيدي امسك العاك ابلغك ورحمه ابويا. ايه؟
هبلغ برحمة أبويا. أوعى ما عيب عليك ما أقدرش. أيوه ما وارد وارد يا عم سفيان الله يعزك. واحد سنة لا لا هدى ورحمة أبويا ادعوا صح بجد ورحمة أبويا بجد أزعل. الحمد لله ما حدش معاه رقم. بقول لك ورحمة أبويا يا جدع. لا أنا معايا رقمك يا حبيبتي. معاك منين؟ من كريم التامي. مين كريم التامي ده؟ طب وده كلام طب وده مين كريم التامي ده؟ خلاص خلاص مين ده والله؟ يا ستي خلاص حصل خلاص بقى. ايوه بص كله عمال يمنشن رقمك يا حوت. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حوت انت عامل ايه؟ الحمد لله انا شفت لك فيديو. لا والله ما قصر والله الله يعز. افتح الكومنتات يا عم ده كروان يا عم افتح الكومنتات يا هوشه كروان من لسه كسفك كولتين. بقول لك ايه ما تحلك من المواقف كسبك بجد يا هدى. تيجي نلعبوا جوله في الواقع بجد كسبك بجد. اه امال ايه الله فيس ارسال انا سايبه حتى ما قلتش للناس تكبس والله تكن كان يقول لي والله ما عايز اقولك هوشه يا هوشه حرمش جسمته معايا عنت هنا اساطير هنا اخواتي الاساطير رغم اخواتي فيها ما حدش هياخد ربع كولة فيها محدش هيلعب فيها اسكندرية ولا في القاهرة؟ لا في اسكندرية بكرة؟ عند مداهم؟ اه مش قلبي يا عم سافي الناصر الله اخويا وربنا كمان شيخ اكرواه ايه احشرك إيه؟ لا لا ولا يهمك يا هشام منور قد الدنيا. لا في راقي النجم بيقول الكلمه دي ثواني انا عاوز اعرف عارف نفسي في ايه؟ اه ايوه 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 فعلا يا جماعه قسما بالله لو حد يقول لي مثلا ما تيجي نساله بعض اسئله يا جماعه يلا اساليني انت يا نور. بص هو بص بقى قله ادب اخرت قله ادبك بقى هو بتاعتك انا؟ اه التحسير كان انا شفته حرصر واركع محدش ونلعب. طيب الموضوع نعم. كله عندك اوكي؟ نعم الموضوع كله عندك قفازات عندك انا ما عندي والله قفازات والله طيب. انا توني طالع نعم. شاكر من جوله حماسيه طيب يلا ودي جوله ايه؟ دي جوله حق الضحك هي ضحك اسمع رجاله الاثنين المبتدئين دول ما يكسبوش لا 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 على الطراء ان انتوا فاز على الكل ما في حد فاز علينا شير شير نو 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 على 30 ثانية قفاز السكور قريب على 30 ثانية قفاز قفاز رجالة التكبيس يفرق شدوا 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 مين حبيب حودة؟ ما اعرفش طب انا راستر اللايف واجي لك يا كرام اه راستر بقول لكم ايه سويت احسن احسن
استنى مش حكم مش حكم مش حكم انا محتاجه حد يعصر احزاني. اصل اليومين طول ما بعتش اعرف اكسبك. لا 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 انا محتاجه حد اعصر بيه احزاني يا حبيبي قلبي. يا خالي يا مالك في ايه؟ ما اعرفش حاسه ان انا خلاص بقيت حمضانه. اه والله وعمل لي طب هعمل ايه يا احمد شكيه؟ هو انت مش بتسالني بتركز مع احمد ليه؟ اه بسالك يا حبيبتي. تعالي تعالي اعمل لك عصير ليمون ولا برتقال. بقول لك حاسه انا بقيت حمضانه وده مش ليمون ده يوسفي. هو انتوا ليه شايفيني ليمون؟ مش رايحه مش رايحه الساحل ولا ايه؟ لا روح الساحل كده دلوقتي اصفر اكتر. لا بامانه ما حدش يروح الساحل قسما بالله. باين على شعرك. لا هتروح ميه ما ميه ورصه ما تروح حلوه. اه فاهماني؟ عامله دماغي استفندي فظيعه قسما بالله. ده اول ما حد يا عم سيف يا اللي مشرف لك والله الله يعزك. قلبي يا عم سيف. تكبيس بالزرعتين اللي طالعين من دماغي دول. ممكن اسالك سؤال يا 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 ليه؟ يا قول لي يا استفندية يا بالمرة ما انت خلاص شكلي نسيته. شكلي نسيته، اسمي نسيته، زعرورتي نسيتها. السكر قسما بالله حتة سكر الله اكبر. قلبي عم يسفر وارد. قول. ورد استنى 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 ورد ورد ورد. اه تشيلسك يا عم سيف. ورد ورد ورد. ما تلعب بتاعته بقى يا ليل. بقول لك انا عامله دماغ برتقال ما حدش كلمني. ورد. ورد. بس مش حكامه هي حاطه فلتر كده. يا انا دخلت له كده. ايوه احمد يا امير. ورد 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 يا روح. انا واحد بنسب اروحه يا امير يا روح. اللي هيبعت ورد يا سلمى يا احمد محمد يا اشرف يا احمد يا دكتور عبد الرحمن. ورد ورد يا جندي محمد. ثلاث سبعات جندي ثلاث سبعات حبيب قلبي والله. ورد 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 وردتين يا بلاكو جندي. ورد ورد وردتين. عاش يا دكتور عبد الله. جماعه محتاج احصر احزاني. اه بتاعي اخويا لسه ما اروح له. قادر وتعملها وتشرب عصير بعد كده هتحب بضمير. قادر تعمل وتشرب. ليه مالك انت مالك فايقه كده ليه؟ ما حدش ثواني يا ماما بكلمني. انا فاتحه وانا مكتئبه. جيت ابص كنت بهزر مع جوزيف وقمت حاطه الفلتر ده ومن وقتها وانا حسيت بقى بانتعاش في دماغي غريب. عسى. المهم اللي يروح الساحل يروح الامارات احسن. ايه؟ اه والله العظيم. امال ايه؟ اما نروح بقى امامي بقى يبقى تبقى ابسمي ليل نجيب سويرس اروح الساحل واروح الامارات. حبيبتي مليون مليون ب 15,000. وانت ليه تروح الساحل الشرير يعني؟ على فكره في امواج وفي شاليهات رخيصه جدا و 3,000 و 4,000. وعلى فكره بيري قالت لنا ومدي لنا رقم الناس بيأجروا ب 2000 و 3,000 عادي. انتوا بس اللي تزوقوا وتعيشوا حياه مش حياتكم. اه وتروح تعيش للشاليه 15,000 جنيه. انا يعني مش عايز ادخل في حمام بعيد عليا حبيبتي. ما انت مش هتعرفي تخشي الساحل. ليه؟ ليه؟ ما بيتاكلوش حد الا لازم يكون معاك تصريح. اخرج يا حبيبي روح اي بيتش مثلا خاصه وبتاع وافرح واعمل وعندك بولات في امواج والدنيا حلوه. اللي عايز يتفسح على قده يتفسح على قده. فكك فكك من جو تراسي وهيسين ده بيه. فكك يا كروان. احنا تيك توك والله كروان وادي كروان. يلا بيجو كبسوا كمان شد شروة تكبيس. ايوه احنا نيجي نقول شد شروة تكبيس تحت اجر لي ب 15,000 في الليلة. بقول لك ايه ليه؟ بلد غريبة. قول يا بولة. معلش قلب البولة. قبل كده كنا سعلانين وما كناش طايقين بعض فاكرة؟ فاخرة. ممكن اطلب منك طلب؟ انت قلبك كبير وطيبه وعسوله وبرتقال. برتقال اه عشان ما لو قلت حاجه تانية هتبقى ليمونه. بجد في فرق كل حاجه يعني. المهم وصالحتيني وكلمتك كفاس يا شباب وما فيش اي حاجه. حب حب حب
وصرحتيني وما فيش حاجه. قلبي يا عمي سيف ما تكبسوش ما تكبسوش ما تكبسوش، كنت راح اقول لكم تكبيس ما تكبسوش. قالها في كبنا يا ماما تكبسكم. عم سامي النصري الله يعزك اسطوره عليا الطلاق. عم سيف قلوب كروان دلوقتي عامل فرح يا ولاد المتضايقه، عامل فرح بقاله اسبوعين ما كسبنيش ولا جوله. ها هيعمل فرح ولا العيد فرصه. يلا يلا هيزهرك يا جماعه صورتي بص عم سيف الله يعز والله. شكرا شكرا. 15000 رصاص محمد احمد جنيدي جوارح والله احمد عبد الرحمن الله يعزكم كلكم. مكبسين بحبكم قد العالم. ابو علي اللي عملوا معايا من شويه. المهم يا ليليا ساكي البس الفلتر اللي بتلبسه لي كل مره وصوروا فيديو وينزل على التيك توك يا مونتاج. ليه انت شفت فيديوهاتك؟ شفت فيديوهاتك بالله؟ لا والله ما شفتهاش الا عندك انت قسما بالله. يا يا الفلتر بعتاسك عم سيف النصر كله. تديني ثلاث احكام بديك ثلاث احكام. فلتر هتحطي ملاي على وشك ونطاره وفلتر تالت حكم. هو انت بتقلد احكام كران؟ والمصحف على عيني ومصحف ربنا الحكم ده انا اول واحد في مصر عامله. يلا التالت حكم هتعملي ايه؟ من هتكتبي في البايو. انت بتقولي من جولتين. يلا من جولتين. لا 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 ما فيش الكلام ده. اول جوله بينا كنت بتقولي من جولتين. الرباعي الرباعي قسما بالله. كروان بص كروان ما تحلفش ما تحلفش بالله. ما لعبنا كولتين في اجيب لك تسجيلات من اللايف. انت عارف ان احنا اللايفات بتاعتنا متسجله كلاعبين عندنا. والمصحف تسجيل بعد اللايف. مش انت اللي ليك اجيب لك تسجيل بعد اللايف وانت بتقول لي حبيبتي ازاي؟ هو الرباع اللي لما كنا مع بعض قلت لي اول ما ندخل الجوله بتبقى من جولتين. قلت لي اول ما ندخل الجوله وبعد كده تفضل كل جوله. عم ابو علي عم ابو علي عم ابو علي الله يعزك قسما بالله. جماعه كلها عم ابو علي عم ابو علي انت ما قصرتش معايا الله يعزك أسطورة. واللي انت عملته يمكن ما حدش عمله معايا اطلاقا فاهم. طبيعي ان الحياه كلها تخل تكبيس. بس علي الله يعزك قسما بالله تكبيس. طبيعي ان هو كلها تخل مع ان انا لما بيكيلي يعني لما بيحكم عليا قفلت لايفي ونسلت بعت له الحوت وما فيش مشكله. لكن انا اكسبه ما يبعتليش ده كده غلط. ما تتكلمش في الموضوع. ما تتكلمش في الموضوع طالما هو غلطان الشخص اللي انت بتتكلم عليه يبقى ما تتكلمش عنه في اللايف. تمام. لا عادي ما عادش تطلع مع الشخص ده خلاص. ما عادش تطلع مع الشخص ده خلاص. سبت تاخد الشيبه فاحنا بنلعب مع بعض بيكسبني. انت سكت ليه؟ بيكسبني عادي مع بعض بنضحك وبنحصر ما فيش اي حاجه. ما تتكلمش عليه بقى خلاص. كنت تتكلم كده في وشه ما تتكلمش طالما نزلت. انا اتكلمت في وشه وانا سكت نسلت بتحصير وستارت لايفي وطلعت تاني. طب بتتكلم هنا ليه؟ ما بتتكلمش هنا بقى. ما هو عشان عم ابو علي كده بتكلم هنا. اه فاهماني؟ يعني؟ الله فاهماني يا حبيبتي انت مش معايا اصلا. يا فعم ابو علي الله يعزك قسما بالله. ورد 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 لوز عماد ورد 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 ناخد الجوله. شكرا لك يا عم ناخد الجوله نروح الفصل. ورد شبح محمد منير ورد ورد نروح الفصل. اسلام يا اشرف عبد الرحمن محمد شباب شباب محمود ورد ورد يا حبايبي نروح الفصل. في ايه؟ ورد عاش عاش يا نجله. طب فين الورد؟ الله 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 ايه ده يا كمان؟ عاش عاش عاش. انت ليه الطب ما بيفتحش؟ والله العظيم اتطبقت دبل دبل. خساره يا موت هموت منك يا نجله. ما تكبس وما نقفش هموت منك وربنا. انت ليل خلاص مستارح عليكي. اه يعني انت بص قلت من كولتين اهو وهتخسري. يلا ما نشوف. الله يعزك يا عم سيف قسما بالله. اخويا اخويا شباب مع بعض. ميرسي يا محب المستشار ميرسي. ورد 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 ايه بقى؟ حوت كمان شت تكبيس تكبيس.
خلوه يا كمان يلا عيتي. انت ليه يعني مثلا بتسيب شعرك مثلا منكوش؟ ليه مثلا ما ترجعوش لورا زي ما انت بتحبه كده وشكلك بيبقى حلو؟ بص عشان انا عامله بروتين فما بيركعش. لا بتعمله انت بتعمله كده بتعمله في النص كده اوقفه ما بيقعدوا يضحكوا فاحمد فحوره يعني كده مش يضحكوا يعني انت لما ترفعه كده في النص كده بقى كده احسن يعني كده شكله حلو لكن لما اوقفه بيبقى شكله وحش. ما اعرفش ممكن عشان تخفف شعرك من هنا فسايبه جاي جماعه مع بعض وشروا تكبيس. عم ابو علي والله ما قصر وعم سيف النصر الله يعزك يا عم سيف قصرت كلكم. لو كسب الجوله دي يا حبيبي هيحكمني. لو اخد الجوله دي هيحكمني كمان شد شروي تكبيس. لو اخد الجوله دي هيحكمني بولات الله افضل الصلاه والسلام يا عم سيف النصر. جماعة كله يشوف عم سيف النصر وقلوب الله يعزه. ما قلتش الإضاءة خالص. جماعة مع بعض ما نوقفش. إضاءة الموبايل. ما هي كمان يعني ليه لحي بنت محترمة وبينزل لنا سكورات كبيرة. تعملش أحكام فاهمني؟ بتعمل وشوش حاجات صريفة حاجات تضحك فعادي هو التابع عامة محترمة. بتعمل حاجات زي اللي هي تحطها دلوقتي. بقولك بتعمل حاجات تضحك زي اللي انا هحطها دلوقتي. ايوه احسن سمعتك عليا انا قسما بالله. يا عم سيف يا عم سيف الله يعزك. بوم تك تك بوم الله يعزك يا عم سيف. تعالى لو جاب سكوره نحط فيلم. وعم ابو علي والله ما قصر معايا الله يعزكم. يا لهوي بابا 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 با. الفلتر يلا يا ماما افتح الجو انا هحط لك الفلتر بعد الدبل. يلا عم سيف الله يعزك كله تشوف عم سيف وتشوف عم ابو علي بالله عليكم محمد عبد الرحمن تحب المستشار اسلام اشرف ادم امير محمد مكبسي الحياه بس والله العظيم عم سيف الله يعزك وحناتي شكرا تكبيس عشان من عند الدبل احط الفلتر اول لما نبدا الجوله مع بعض شباب مع بعض تكبيس عشان اول ما الدبل هيفتح الدبل هحط الفلتر.